nations are starting to peak and age and have population decline. كان هناك تراجع في السكان، بينما أفريقيا ستقدم الإسهام الأكبر سكانيا، والدول الأفريقية، وعلى الرغم من تحديات الحوكمة التي يعرفها الجميع، لكن بذلت جهدا كبيرا وأحرزت تقدما، واتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا و مررت مؤخرا لها مستقبل واعد، وخاصة مع وجود أعداد كبيرة من السكان، 1.3 مليار نسمة، وبالتالي هم جزء مهم سكانيا من هذه السوق، وهناك طلب كبير على الاستثمارات. وبرأينا المستثمرون السعوديون والعرب والخليجيون والمستثمرون العالميون يمكن أن يتعاونوا بناء على ذلك. تتحدثين عن الاستدامة، هناك تعريف أو تعريفات مختلفة للاستدامة. بعض الناس يقولون إن معايير البيئة والمعايير الاجتماعية ومعايير الحوكمة الـ ESG هي التعريف المناسب للاستدامة، ونحن في السعودية لدينا برامج للـ ESG أو المعايير البيئية والمعايير الاجتماعية والحوكمة، ونريد أن نمثل النموذج الذي يحتذى. والاستدامة البيئية مهمة، ولكن أريد أيضا طرح مسألة الاستدامة الاقتصادية والمالية. نريد استثمارات تتجه إلى أفريقيا وأن تكون مستدامة على المدى البعيد، وأن تحفز المزيد والمزيد من الاستثمارات. نريد لاستثماراتنا المستدامة أن تستقطب استثمارات أخرى، وليحصل ذلك لابد من تقليل المخاطر في هذه الاستثمارات، وأن نقلل العوائق التي تمنع الاستثمارات. وليس سرا أن المستثمرين في أفريقيا، ولكي يستثمروا رؤوس أموالهم، فإن التكلفة هي 4 أضعاف التكلفة للاستثمار في أمريكا، وهي 8 أضعاف تكلفة الاستثمار في أوروبا بسبب إمكانية الحصول على التمويل. وبالتالي من خلال التمويل التنموي وربطه بالاستثمارات الواردة من الجهات المتعددة، وتوفير الضمانات، واتخاذ مبادرات حكومية للتقليل من المخاطر، والتعاون بين الحكومات والمستثمرين، هذا الأمر سيؤدي إلى تقليل أو تخفيض العوائق المرتبطة بتكلفة التمويل، وبالتالي هذا سيفسح المجال برأيي لتدفق رؤوس الأموال من أجل تلبية الاحتياجات الكبيرة غير الملبات، والسماح للقارة الأفريقية بالازدهار واللحاق بركب بقية دول العالم. هذا يمهد الأرضية، وهناك الكثير ممن يتفق معك على ما يبدو وهم يهزون رأسهم. معالي الوزير، بالنسبة للشراكة مع المملكة والاستثمارات المستدامة، سيدة مشاط، ما رأيك بهذا الكلام؟ يسعدني أن أكون معكم. شكرا سيد جدعان على دعوتنا، وأشكر السيد الفالح. هناك مجموعة نقاط أود التركيز عليها، وهي مرتبطة بالحديث السابق، ولا علاقة بالطاقة المتجددة ومدى الاستدامة في الاستثمارات اليوم. وهناك استثمارات مهمة نحتاجها في القارة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة، وهذه قطاعات تنطوي على قدرات كامنة مهمة. في حالة مصر مثلا، ومن خلال التعاون مع السعودية، هناك عدد من المستثمرين من القطاع الخاص الذين استفادوا من تمويل للتقليل من المخاطر للاستثمارات، وبالتالي هناك أمثلة مهمة على التقليل من مخاطر الاستثمارات. تم الحديث عن استدامة الأمن الغذائي، وهذا الأمر مرتبط بموضوع المياه والتكيف مع المناخ، أمر مهم وخاصة للاستثمار في أفريقيا. وعندما ننظر إلى التقديرات المتعلقة بالفجوات المطلوبة للاستثمار في التكيف ضمن القارة،
هي كبيرة، وبالتالي هي تخلق فرصا بهذا المعنى لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار سواء من السعودية أو الخليج، وكذلك المشاريع المشتركة مع عدد من الشركات التي عملت في مصر مثلا، ونجد مبادرات مشابهة في إفريقيا. وبالتالي عندما ننظر إلى القارة والفرص الهائلة المتاحة فيها سواء من الناحية السكانية الديموغرافية أو من حيث الموارد الطبيعية، هي يمكن أن تضاف إلى سلسلة القيمة، وهذا يمثل حافزا للقطاع الخاص ليأتي إلى أفريقيا ويستثمر فيها. بالنسبة للتمويل هو عنصر مهم لتحقيق هذه الاستثمارات، والطريقة الوحيدة التي تسمح بالتغلب على عبء الدين الذي ذكر هذا الصباح، هذه الطريقة تتمثل في إيجاد بيئة مناسبة للاستثمارات. هذا هو المثلث المتمثل في الإصلاح التشريعي وتوفر الأموال الميسرة وتقليل مخاطر مشاركة القطاع الخاص، والنقطة الثالثة أيضا تتمثل في التعامل مع المؤسسات المختلفة لخلق مجموعة من المشاريع. كان هناك حديث عن صندوق عربي ومجموعة عمل مشتركة في القارة من أجل تحديد المشاريع المحتملة المتاحة للاستثمارات من القطاع الخاص. إذن تلخيصا لما سبق، عندما نتحدث عن استدامة الاستثمارات من المهم أن نذكر أن الكثير من دول إفريقيا عدلت مساهماتها الوطنية، وهناك التزام بالمضي قدما بموضوع التعامل مع التغير المناخي والتكيف معه، ولا بد من تقديم المزيد من التمويل الميسر، والاستثمارات ستخفف عبء الدين. إذن نحن أمام مثلث هنا لا بد من التعامل معه على هذا النحو. وأخيرا هناك اتفاقية تجارة حرة في إفريقيا، وهي تمثل بوابة وفرصة مهمة للمزيد من التكامل بين دول القارة، حيث أن الاستثمار في التحول الرقمي مهم، والتجارة الإلكترونية مطلوبة، ومنتدى من هذا النوع يخلق المزيد من الفرص ويسمح بالتآزر الأكبر بين دول القارة. سنراجع القطاعات التي تتدفق الاستثمارات إليها بعد قليل، ولكن السيد إبراهيم باتالي معالي الوزير، دعنا نتحدث عن أهمية هذا الأمر بالنسبة لجنوب إفريقيا وموضوع التآزر في الشراكات وما ينجح هذه الشراكات برأيك. أولا شكرا جزيلا سارة، وأحيي الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أتحدث عن موضوع التآزر الذي تشيرين إليه. هناك مجموعة من الاتجاهات الحاصلة وتعيد تغيير الواقع وتشكيله في إفريقيا، وكذلك العلاقة بين القارة الإفريقية والسعودية. أول هذه الاتجاهات، والسيد الفالح تطرق إليه، موضوع السكان. إفريقيا هي القارة الأسرع نمواً، وبين الآن والعام 2050 شخص من كل شخصين سيولدان في القارة أو في العالم عفوا سيكونون من إفريقيا، وبحلول العام 2050 ربع سكان العالم سيعيشون في إفريقيا، وهذا الأمر يترافق ببرامج واسعة للتمدن، وسكان إفريقيا من الشباب. ما الذي يعني ذلك؟ هذا يعني أن هناك فرصا هائلة للنمو في السلع الاستهلاكية، و المستثمرون سيهتمون بقطاع السلع الاستهلاكية. الاتجاه الثاني الكبير هو التغير المناخي، والتغير المناخي يؤثر على القارة الإفريقية بعدد من الطرق. هناك تحول في المجال الأخضر في إفريقيا، وأكبر مغناطيس للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا هو في قطاع الطاقة المتجددة، والقارة الإفريقية لديها موارد طبيعية ستقود الثورة الخضراء في العالم، ومع وجود شراكات استثمارية مدروسة مع المستثمرين فهذا سيقودنا إلى نتائج مثمرة. ثالثا هناك تحول رقمي، وإفريقيا باتت قارة متصلة بشكل أفضل مع العالم. كان هناك تقرير من إرنست أند يونغ وتقرير في صحيفة فاينانشال تايمز، والتقريران أشارا إلى وجود تدفقات استثمارية هائلة إلى البنية التحتية الرقمية في القارة الإفريقية. الاتجاه الرابع هو العوامل الجيوسياسية، فنحن نعيش في عالم مضطرب يتسم بعدم اليقين، وإفريقيا تمثل
فرصة للتراجع في المخاطر سواء في إمدادات الغذاء أو الانكشاف على الاستثمارات. وعندما أنظر إلى هذه الاتجاهات الأربعة التي ذكرتها، الفرص المتاحة كأفارقة، نحن حاليا ننظم موضوع التجارة الحرة بين الدول القارة، وهناك معاملة تفضيلية، 47 دولة صادقت على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية. كل هذه العوامل المجتمعة تشير إلى أهمية التآزر، وبالنسبة لي الأسواق تهدف إلى الربط بين العرض والطلب. السعودية لديها فائض رأس مالي، وأفريقيا لديها عجز رأس مالي، لكن فيها فرص هائلة في المقابل. وبالتالي في العلاقة في المستقبل أجد أن هناك فرصا هائلة لسد هذه الفجوة. دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مستثمرا مهما في القارة الإفريقية، والبيانات تظهر أن البلد الأهم في دول إفريقيا الشرق الأوسط في استثمارها في إفريقيا، والقمة المنعقدة غدا ستشير إلى أهمية تزايد الاهتمام من المستثمرين السعوديين بالقارة الإفريقية. وبالنسبة لي هنا يكمن التآزر الأساسي، تقليل المخاطر والاستثمار في الطاقة المتجددة والاستثمار في المستقبل. ونحن استضفنا منتدى حكوميا في جنوب إفريقيا، حضرت فيه الولايات المتحدة واجتمعت مع وزراء التجارة في دول إفريقيا جنوب الصحراء، والرسالة من الأمريكيين كانت أنهم يدركون أن المستقبل يكمن في إفريقيا. التحولات السكانية في إفريقيا واضحة، وكلما بكر المستثمرون في الدخول هذا يعني فرصا يستطيعون الاستفادة منها. معالي الوزير، أهنئك على توقيع الاتفاق من قبل دقائق. أود أن أعود إلى عامين سبقا في 2021 وعندما وقعتم اتفاقية للتعاون مع السعودية. كيف كان شكل هذه الشراكة حتى الآن، وماذا تتوقعون للمستقبل؟ كانت اتفاقية مهمة، لكن الاتفاقية التي وقعناها هذا الصباح كانت مهمة، وشكرا معالي الوزير على دعوتي إلى هذه الجلسة. كنا قد أقمنا علاقات ثنائية مع السعودية منذ فترة، لكن أود أن أتطرق إلى الاتفاقية التي وقعناها للتو. قبل التوقيع أمضيت بضع ساعات في مكتب وزير الطاقة مع الفرق المختلفة التي سنعمل معها، والعنصر الأساسي عندما أنا أعجب بما أظهرته ريميا في الفيديو، عندما نتحدث عن امرأة تطهو ولا تفعل شيئا آخر على مستوى العالم، وبحسب بعض التقديرات فإن الأموال المطلوبة للطهي النظيف تمثل 30 مليار دولار سنويا حتى 2030، 1% فقط من هذا التمويل متاح. وبالتالي من خلال هذه الشراكات على الأقل بالنسبة لنا في رواندا، هذا يعني أننا سنستطيع التخلص من المشكلة الأولى، أي الطهي النظيف. هناك أمر آخر عرفته عندما أتيت إلى هنا، أن الأمر لا يرتبط فقط بالطهي النظيف، وإنما هناك أيضا مع التعاون مع زميلتنا نورا برنامج الطهي النظيف يتضمن مكونا صحيا وتعليميا، وهذا الأمر طورناه خلال الجائحة. وبالتالي عندما نطبق البرامج التجريبية للطهي النظيف، نريد برامج تجريبية للتعليم والصحة بشكل إلكتروني، ونحن لا نريد الاكتفاء ببرامج تجريبية، وإنما نريد أن تنجح هذه البرامج لكي نثبت الآخرين نجاحها. ونحن نتعاون مع مدقشقر ونريد توقيع اتفاقيات لتعميق العلاقات. وبالنسبة لي هذه اتفاقية جيدة مع السعودية، وخاصة الاتفاقية الموقعة اليوم. من الرائع أن نرى اتفاقيات من هذا النوع توقع وأن يحرز التقدم. أود أن أراجع بعض الشركات العاملة في المنطقة، فمنذ فترة كنا نسمع عن التزام بالمناخ. السيد الفالح، دعني أعود إليك، كيف تساهم الشركات الكبرى في، ما هو السؤال من فضلك؟
الشركات المملوكة من الدولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتزاماتها المناخية ونفوذها الاقتصادي والتجاري؟ ما رأيك بهذا الموضوع؟ الإجابة سواء كانت شركة مملوكة من الدولة أو شركة خاصة في المنطقة عموما وتحديدا من السعودية، هذه الشركات تراقب ما نقوله في الجلسة، هي ترى فرصا هائلة متاحة وترى الانسجام وإمكانية الوصول إلى الأسواق بسبب التسهيلات الحكومية، وهناك شهية كبيرة لمعالجة التحديات العالمية والإقليمية والإفريقية من خلال الاستثمارات المستدامة بالطريقة التي وصفتها قبل دقائق. إذا نظرت إلى شركة أكوا، هي مملوكة بنسبة 50% من صندوق الاستثمارات العامة، بدأت بالعمل كشركة خاصة ثم أدرجت مؤخرا في البورصة، لكنها دخلت إلى المسرح العالمي وباتت شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والهيدروجين، وهي من أوائل المستثمرين في القارة الإفريقية وتحديدا في المغرب، وهناك عدد من المشاريع ضمن برنامج نور من أجل طرح الطاقات المتجددة في إفريقيا. هم استثمروا في جنوب إفريقيا ووقعوا اتفاقيات في مصر أيضا، والشركة تتطلع إلى المزيد من الاستثمارات بعشرات المليارات في السنوات المقبلة، وهذه شركة واحدة فقط. شريطة أن يكون هناك تعاون مع الحكومات الإفريقية للتعامل مع موضوع فقر الطاقة الذي طرحه صاحب معالي سمو الأمير في الجلسة السابقة، وأرامكو بدأت بالاستثمار ليس فقط في توفير الطاقة التقليدية، وإنما تستثمر أيضا في البنية التحتية، وضخت استثمارات في كينيا، وأنا متأكد أنها ستستثمر بمقدار أكبر، وصندوق الاستثمارات العامة مهتم بمقدار كبير بإفريقيا، وفي الوقت المناسب سيعلنون عن مشاريع كبيرة تغير قواعد اللعبة بخصوص النية للاستثمار في إفريقيا. لكن أنت أشرت إلى الشركات المملوكة من الحكومة، الشركات الخاصة أيضا نشطة وفي حقول مبتكرة، وتحديدا شركة تي جي ربطت 16 دولة في إفريقيا ضمن منصة تسمح للأفراد من الحصول أو من دخول عفوا بورصات الدول الإفريقية، وما يسمى في حصول تكامل بين الدول والبورصات. إذن الربط التكنولوجي والربط بين البورصات مهم، والسعودية هي ثاني أكبر بلد في مجال التنافسية كما ذكر السيد إبراهيم باتيل، وهذا مجال مهم للنمو في إفريقيا. شركة مثل سالك، وفي الجلسة المقبلة سنتحدث عن الأمن الغذائي والأمن الزراعي، هي مهتمة بإفريقيا ولديها شهية، وهناك رؤوس أموال متاحة بعضها مستثمر الآن في إفريقيا، ولكن الراجحي وهي مجموعة خاصة لديها عقود في المجال الزراعي، وهي تستثمر في الطاقة المتجددة في المزارع من أجل تحسين المحاصيل الزراعية في القارة، في قارة تحتاج حاجة ماسة إلى هذا الأمر بسبب المشاكل السكانية أو القضايا السكانية. ونحن كحكومة نقدم التسهيلات لهذه الشركات سواء كانت مملوكة من الدولة أو شركات خاصة، نحن نتعامل معها على قدم المساواة ونساعد عبر الدعم من حكومة إلى حكومة ونتفاوض من أجل التقليل من المخاطر. وأنا سأوقع اتفاقيات لحماية الاستثمارات بعد الجلسة، فنحن نريد التقليل من تكلفة الاستثمار بالنسبة لهذه الشركات. السيد إبراهيم باتيل، أود أن أعقب على هذه النقطة. السيد الفالح قدم تفاصيل كبيرة، ونحن ندرك أهمية الشركات المملوكة من الحكومة. ماذا عن جنوب إفريقيا؟ الشركات
مع القطاع الخاص مهمة، ولكن كيف يكمن التوازن في إفريقيا في هذا المجال أو في جنوب إفريقيا بالأحرى؟ دعيني أبدأ بالقول أنه في جنوب إفريقيا وبالحديث عن هذه الدول تحديدا كأمثلة، هناك حضور للشركات المملوكة من الدولة في مجال الطاقة والنقل والشؤون اللوجستية، وبصورة متزايدة هناك حاجة إلى عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، كما أن هناك فرصة للتعاون بين الحكومات. وكما قال صاحب المعالي السيد الفالح، حاليا هناك إدراك متزايد لأهمية هذه العلاقات. ففي العام الماضي رئيس جنوب إفريقيا زار السعودية زيارة دولة، ووقعنا مجموعة من الاتفاقيات التي شددت على أهمية التعاون من حكومة إلى حكومة، والغاية هي الاستفادة من الفرص المتاحة للقطاع الخاص. خذي مثلا قطاع الطاقة النظيفة، بحسب الفاينانشال تايمز ووحدة البحث فيها، فإنه من بين 10 أهم شركات الطاقة المتجددة في السوق الإفريقية، 4 منها كانت من الشرق الأوسط، و3 منها، أهم 3 وأكبر 3، كانت من السعودية ومن دولة الإمارات. الشركة التي احتلت المرتبة الأولى كانت شركة أكوا، وأكوا تستفيد من الإطار المتاح في إفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تنتج طاقات متجددة في إفريقيا، وهي تحظى بالمساعدة. فهناك مشاركة من الحكومة عبر ملكية صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك هي تتعامل مع شركة جنوب إفريقية توزع الطاقة. إذن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر مهمة، وأود أن أسلط الضوء على فرصة أخرى. إذا نظرنا إلى أهم 15 مشروعاً في العالم في مجال مشاريع الناشئة، جزء كبير منها في إفريقيا، إذن هناك فرص واضحة للاستثمار في إفريقيا، ونحن سعداء أن السعودية والقارة الإفريقية يتمتعان بتاريخ حافل كما قال زميلي، وحاليا نريد اغتنام الفرصة بحيث يمكن للاستثمارات أن تأتي ضمن هذه العلاقات الودية، لأن الفرص متاحة. يمكن تخفيف المخاطر ويمكن زيادة العوائد، لكن الأهم هو أن معظم المؤشرات الأساسية تسير في الاتجاه الصحيح، وبرأينا هذا الأمر يفسح المجال أمام اغتنام فرص مهمة. هذه أخبار إيجابية. ماذا عن الوضع في مصر سيدة المشاط؟ كما قال السيد الوزير، وإذا نظرنا إلى بعض الدراسات الدولية، تقول أن 100% من الشركات المملوكة من الدولة في الشرق الأوسط شمال إفريقيا تتجه إلى تخفيض انبعاثاتها، والهدف المناخي واضح، وخاصة أيضا مع وجود التزام على مستوى الحكومات بالمساعدة العالمية. هناك تركيز على أن تكون الشركات المملوكة من الحكومة تدعم مشاريع البنية التحتية. في مصر مثلا هناك موضوع تحلية المياه لاستعمال المياه في الزراعة، هذا مجال متاح للاستثمار فيه، بحيث توفر الدولة البنية التحتية للاستثمار المستدام. وهناك أيضا فرص متاحة لمحطات الطاقة للعمل بالهيدروجين الأخضر، وكما قال السيد الوزير، شركة أكوا باور تستثمر بالطاقة المتجددة في مصر، وهناك مذكرات تفاهم بخصوص الهيدروجين الأخضر، تعاون في هذا المجال مستقبلا. إذن الفكرة كانت هي أننا عندما ننظر إلى الشركات المملوكة من الدولة، فإن الغاية هي مساهمة هذه الشركات في تحلية مياه البحر واستعمالها في الزراعة، وأيضا التخارج من استعمال الغاز في الطاقات المتجددة. هذا الأمر سيفسح المجال للاستثمارات المهتمة، وهذا عنصر مهم. هناك عنصر آخر مهم، ألا وهو توفر الاستثمارات والتمويل من
المؤسسات الدولية المختلفة ضمن هذه المشاريع الخاصة بالبنية التحتية هي تزداد أهمية، وهناك تمويل رخيص متاح للاستثمارات الخضراء في البنية التحتية وتحديدا لمشاركة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات. فأي شركة قطاع خاص تراجع مجموعة من المعايير المرتبطة باستثماراتها الخضراء، وما لم تكن الحكومة قادرة على دعم كل العناصر المطلوبة، فسيكون الصعب استثمار أو استقطاب الاستثمارات الخاصة. إذن عندما ننظر إلى الشركات المملوكة من الحكومة واستثماراتها المستدامة، نجد أن هناك أمثلة كثيرة على وجود عناصر ممكنة، عوضا عن أن تكون هناك عوائق تمنع الشركات من الاستثمار. أود أن أختتم بالقول أن هناك سوق الكربون الطوعية، وهي جانب مهم وخاصة ضمن القارة، وهذه مبادرة تحصل وتهدف لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص واغتنام هذه الفرص المتاحة في سوق الكربون، وهذه باتت مبادرة استثمارية مهمة. أطرح السؤال التالي على السيدة مينيشولي. نتحدث عن القطاعات التي تنطوي على قدرات كامنة هائلة، وفي السنوات الخمس التالية إلى أين ستتدفق الاستثمارات، وأي القطاعات التي ستحظى بالأولوية في السنوات الخمس المقبلة؟ السيدة الوزيرة مينيشولي، ما رأيك بهذا الموضوع وتحديدا في رواندا؟ بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي حالة رواندا، إفريقيا ليست قارة، بل لدينا وزارة خاصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي بلدنا الحكومة تستثمر في الشركات المملوكة من الحكومة لتقليل المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص، لأن لدينا قطاعا خاصا وليدا، وبالتالي نريد دعم هذا القطاع، ولدينا مجموعة من المشاريع التي تحدثت عنها وأود الحديث عنها، وتحديدا في مجال البنية التحتية. البنية التحتية لدينا ما تزال قيد التحضير، وهي محفز أساسي لكل شيء. استثمرنا في النقل الجوي والنقل البري، لكننا بحاجة إلى المزيد من مشاريع النقل، فكما تعلمون بلدنا لا يطل على البحر، ونريد أن يكون هذا البلد مرتبطا ارتباطا جيدا بجميع الدول، وهذا استثمار نركز عليه تركيزا كبيرا، إضافة إلى التركيز على التكنولوجيا والربط التكنولوجي. هذا أمر يهمنا وسنستثمر فيه استثمارات هائلة. أخيرا وليس آخرا، إذا أردت انتقاء ثلاثة قطاعات بعد البنية التحتية والتكنولوجيا أو التكنولوجيا المعلومات، القطاع الثالث المهم هو التعليم. 70% من السكان دون سن 30، قد لا نستطيع توفير الوظائف لهؤلاء الناس، لكننا نريدهم أن يخلقوا وظائف المستقبل. إذن نحن أمام مزيج مما يمكن للناس أن يسميه قنبلة موقوتة، بينما نرى فيهم فرصة هائلة، وخاصة مع وجود شيخوخة في بقية دول العالم، شبابنا يمثلون فرصة هامة في هذا السياق. بالنسبة لسؤالك، لا أستطيع مهما حاولت أن أشدد على أهمية قطاع الطاقة. السيد الوزير قال إن الاستثمار في أفريقيا مجرم في قطاع الطاقة، ولا يبدو أن الناس يفهمون هذا الكلام فهما كاملا، وإلا لما كنا جالسين هنا لإقناع الناس بالقدوم. بالنسبة لبلدي، نحن سهلنا ممارسة الأعمال، والجميع اعترف بهذا الأمر في المنتديات المالية. نحن في مرتبة متقدمة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ونحن مهتمون بالقضاء على الفساد ومحاربته، وهذا الأمر قاد إلى إدخال التحول الرقمي على جميع الخدمات. كل شيء يمكن أن يتم عبر الإنترنت، يمكن للمرء أن يفتح حسابا بنكيا بسرعة عبر الإنترنت. وبالنسبة للتخلص من المخاطر، أود أن أتطرق إلى هذا الأمر. لدينا هيئة
تحاول استقطاب الاستثمارات الخاصة. وعندما جلست يوم أمس مع زملائي في وزارة الطاقة فوجئت بأنهم سيأتون كوزارة الطاقة إلى بلدي لتخليص تقليل المخاطر بالنسبة لقطاعهم الخاص، وبالتالي هم سيدعمون شركاتنا، وهذا أمر رائع أن أجد نفسي في بيئة فيها تفكير تقدمي لضمان أن لا تكون فرص تجارية متاحة وإنما مستدامة. وبالتالي من الرائع أن أرى زملاء وشركاء يساعدونني في إنجاز مهامي في بلدي من السعودية. السيدة المشاط، الجمهور يتحدث عن 5 سنوات، وأعرف أن هناك استثمارات قائمة. ما هي أولويات مصر في السنوات 5 المقبلة؟ شكرا على طرح موضوع الاستثمار في رأس المال البشري. فنحن نركز على البنية التحتية، لكننا نركز أيضا على البنية التحتية البشرية. فالاستثمار في البشر مهم جدا، وهناك فرص مهمة للاستثمار في البشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة نشطة جدا في إفريقيا. إذا نظرنا إلى الإحصائيات هناك فرص متاحة للاستثمار في هذه الشركات، سواء في الطاقة المتجددة أو تعليم. الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في هذا المجال، وإضافة إلى دورها في سلاسل القيمة كما قيل في موضوع المعادن والموارد الطبيعية. وهذه القارة متنوعة من حيث تنوع دولها والميزات التي تتمتع بها كل دولة، وهناك قائمة تضم الكثير من الفرص. والأسبوع المقبل في مصر لدينا معرض تجاري إفريقي سيشكل منصة توفر فرصا لشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمارات المختلفة التي يمكن أن تقوم بها في دول القارة المختلفة. السيد الوزير باتل، هناك مجموعة من المشاريع المنتظرة في إفريقيا، فما هي التحركات الكبرى المنتظرة في بلدكم وفي أي قطاعات؟ سارة، أنا أصنفها ضمن 4 فرص استثمارية أو 4 فئات استثمارية متاحة. أولا التكنولوجيا الظريفة أو التحول الأخضر، ونتحدث هنا عن فرص استثمارية في البنية التحتية للحصول على الطاقة وبناء الشبكات لكي تصبح أكثر اخضرارا، وكذلك التعدين. فالتعدين عادة يهمل لكنه يمثل فرصة مهمة، وسيمثل المحفز الأساسي للتحول الأخضر في الاقتصاد العالمي. وهناك المنتجات الصناعية، فإفريقيا بحاجة إلى الاستثمار في السنوات 5 المقبلة في إسراء الكهرباء وتصنيع البطاريات. هذه هي الفئة الأولى. بالنسبة للفئة الثانية هي تتعلق بالسلع الاستهلاكية مع وجود تزايد سكاني، سواء الغذاء أو المستحضرات الصيدلانية والسلع الاستهلاكية. ثالثا الفئة الثالثة هي التحول الرقمي، فهناك شركات عالمية مهتمة بالبنية التحتية الرقمية في إفريقيا، ونتوقع المزيد منها ليس فقط في مجال الألياف البصرية وإنما مراكز البيانات الضخمة ومراكز الحوسبة السحابية. الفئة الرابعة هي الخدمات، والسياحة تمثل عنصرا مهما. فنحن على الأغلب سنرى إفريقيا قادرة على الترويج للتنوع الحيوي والسياحة البيئية. وبما أن هناك تناميا في الطبقة الوسطى على مستوى العالم، فإن هؤلاء الناس سيهتمون ليس بالسياحة أو التجارب السياحية في المدن الكبرى مثل نيويورك، وإنما سيكون هناك اهتمام بالعودة إلى الطبيعة. ومع تزايد الوعي البيئي في العالم، فإن إفريقيا وتحديدا جنوب إفريقيا توفر فرصا في هذا المجال. السيد الفالح، أعطيك الكلمة الأخيرة. ما هي أهم 5 قطاعات؟ أنت تطرقت إلى بعضها، ولكن للتوضيح أين تكمن الأولويات، وما الذي يجعلك متفائلا بخصوص المستقبل، وما الذي سيجعلك تبتسم في المستقبل في السنوات 5 المقبلة كما تبتسم الآن؟ القطاعات ذكرت، لكن نحن وبحسب تقديراتنا، وهذا رقم محافظ، هناك 75 مليار دولار من الاستثمارات السعودية التي ضخت في إفريقيا. هذا رقم جيد،
ولكن نحن في البداية مع وجود إمكانياتها إلى كما قلنا اليوم. الزراعة، قطاع الزراعة يشهد أكبر الاستثمارات من الشركات الخاصة، و 5% من إمداداتنا الغذائية تأتي من إفريقيا، لكن القدرات المستقبلية الكامنة هائلة، ويمكن أن أضاعف الرقم بمقدار كبير مع المساعدة في تغذية ومعالجة الأغذية للازدهار السكاني الذي سيحصل في إفريقيا وزملائي تطرقوا إليه. القطاع أيضا أو عفوا الطاقة قطاع مهم، فالكهرباء المستدامة متاحة بمقدار ضئيل في إفريقيا، وبحلول 2050 ستبلغ نسبة 40%، وهذا أمر غير مقبول، بل لابد من تسريع هذه الاستثمارات والشركات السعودية ورؤوس الأموال السعودية التنموية والاستثمارية سوف تتجه بالتعاون مع الآخرين إلى إفريقيا لتلبية هذه الاحتياجات، التعدين وسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة ومعالجة المواد في إفريقيا أمر مهم، وتحديدا أن يتم ذلك بطريقة مستدامة كما قال السيد وزير باتيل. وهناك شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة أسس شركة منارة مع معادن من أجل الاستثمار في هذه المعادن الأساسية، والسعودية ستستثمر استثمارا كبيرا في السيارات الكهربائية التي تصنع في السعودية اليوم، وكذلك 50% من طاقتنا المتجددة ستكون طاقة متجددة، وسنحتاج إلى بطاريات وقدرة تخزينية في مجال البطاريات. ثم هناك الرعاية الصحية، وقطاعنا الخاص أبلى بلاء حسنا في مجال الرعاية الصحية، ونحاول استقطاب شركات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية إلى بلادنا، وهي بدأت تطبق نموذج الاستثمار الخاص وقطاع التأمين الطبي وفي إفريقيا والسعودي الألماني وسليمان الحبيب، وهذه شركات تستثمر. هناك السياحة البيئية، والسعوديون يحبون السياحة البيئية، وكل سعودي يبحث عن عطلة لافتة، والجميع سيذكرون العطلة في إفريقيا على أنها أمر مهم، ويمكن توسع في هذا المجال. أخيرا، هناك التواصل والربط واللوجستيات، ولا بد للكثير من الشركات السعودية بما في ذلك بوابة البحر الأحمر هي تنافس وفازت بعقود في العديد من الموانئ، وبالتالي ستكون هناك فلاي ناس والرياض للطيران، والخطوط السعودية ستزيد من رحلاتها إلى إفريقيا في السنوات المقبلة، وهناك الربط التقني والتكنولوجي مهم، تي جي وعلم واس تي سي ستستثمر، وسنستثمر في مراكز البيانات، وكل القطاعات جاذبة بالنسبة لنا. وآسف أنني ذكرت قائمة طويلة، لكن من الصعب استثناء أي قطاع. لماذا أنا متفائل؟ الربط مع إفريقيا مهم، والانسجام أو التناغم مع إفريقيا والتكامل مع إفريقيا هذه عوامل مهمة. فما تمتلكه إفريقيا نحتاجه، سواء تعلق الأمر بالغذاء أو التزايد السكاني أو الأسواق الاستهلاكية أو المعادن الأساسية. الربط مهم والموقع مهم. ساحل على البحر الأحمر بطول 1700 كيلومتر، ويمكن أن نرى إفريقيا باستعمال المنظار، وقرب المسافة بالطيران الجوي، والربط الرقمي مهم. كل هذه أمور مهمة مع وجود ربط رقمي. وأخيرا، موضوع الانسجام أو التناغم الثقافي مهم بسبب تشابه ثقافاتنا، فنحن لدينا تاريخ مشترك، والسيد الوزير عبد العزيز سمو الأمير تحدث عن هذا الأمر في كلمته. نشعر بأننا في بيتنا عندما نكون في إفريقيا، والعكس صحيح. وعنصر الثقة مهم، وخاصة في مجال الاستثمار، وكمستثمر خبير أقول لك العنصر الأهم هو وجود ثقة بالطرف الآخر، ونحن نثق بأشقائنا وشقيقاتنا في إفريقيا،
ورأيتم موضوع الطهي النظيف وما قاله الأمير عبد العزيز، وسنرى الكثير من الصفقات والإعلانات خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وخاصة عندما نتعاون مع زملائنا من إفريقيا. نتطلع قدما إلى هذا الأمر، وأنا سعيدة بأننا ننهي الجلسة بملاحظة إيجابية، ومن المهم أن هناك أهدافا مشتركة للمملكة والدول الإفريقية. أصحاب المعالي، شكرا جزيلا لكم على مساهمتكم اليوم، قدمتم لنا الكثير من الأفكار، شكرا جزيلا لكم.